انا يوسف. ايه يا جدو، ايه ده مالك محمد عينك كده ليه؟ نظري ضعيف يا ابني من امبارح مش شايف حاجه. ايه ده، الف سلامه عليك. الله يسلمك يا ابني. تحب تروح تكشف عند الدكتور؟ طب يا جدو يا ابني انت عبيط يا ابني ولا اهبل؟ بقول لك مش شايف حاجه يبقى ازاي نروح للدكتور؟ اه صح عندك حق، اتصل بيه خليه يجن. الدكتور مش هيرضى يجي يا جدو، انت نسيت اخر مره عملت فيه ايه؟ قلت في ايه يعني؟ كنت مطلع له الار بي جي، كنت بلعب معاه. حد يلعب مع حد بالار بي جي يا جدو؟ عادي يعني، تحب اوريك؟ لا خلاص يا جدو مصدقك. ايوه كده، اتصل بيه بقى وخلصنا. حاضر يا جدو. عيل ابن لذينة ما بيجيش الا بلوي الدراع. الو ايه يا دكتور، جده تعبان قوي بقاله كام يوم ما بيشوفش، عايزينك تيجي تكشف عليه. يعني جدك ده يوسف ده اخر مره لما طلع لي ار بي جي كان عايز يموتني. معلش يا دكتور عندي لذينة. لا مش هاجي برضو. انت هتتحايل عليه؟ هات التليفون. الو دي او تكون عندي دكتور البهايم. انت احد هروح له امري لله. او الجرس بيرن اهو، جه اهو هروح افتح. عديني خليني ادخل لجدك. يا اهلا بدكتور البهايم. ما يصحش الكلام اللي انت بتقوله ده حاج. لا اي صح، واكشف بقى وخلصني. ماشي حاج، افتح عينك. ايه افتح عينك دي، بتحترم نفسك؟ حقك عليا، افتح عينيك. ايوه كده اهو خلاص. ثانيه واحده خلاص. خير يا دكتور؟ طمني. محتاج نضاره. طب والنضاره دي هتقعد قد ايه؟ لا ما انا عملت حسابي وجبتها لك معايا. عملت حسابك وجبتها معاك؟ هو انت مش المفروض بتكشف الاول؟ لا ما انا عملتها بالبلوتوث. امسك بقى حاجه ما توجعش دماغنا. ماشي هلبسها. ايه ده، الصلاه على النبي، ده انا بقيت شايف كل حاجه. ماشي يا حاج، ايدك على الحساب بقى عشان امشي. بتقول حاجه؟ لا سلامتك يا حاج، السلام عليكم. من ساعه ما جبتك وبقت كل حاجه ببلاش، انا مش عارف انا من غيرك كنت هعمل ايه.